نظمت مؤسسة أوريدو عملية التبرع بالدم لعمالها، هذا بحضور المديرة العامة للوكالة الوطنية للدم الدكتورة توفديت حورية، السيد رمضان جزيري مدير الشؤون المؤسساتية لأوريدو، وطبيبة العمل الأمين العام لنقابة المؤسسة السيد سعيد تيريوين. جرت عملية الجمع بالمقرة الثلاث للمؤسسة في كل من الجزائر العاصمة وهران وقسنطينة. المؤسسة قامت خلال هذه العملية بتخصيص منصة تسجيل عبر رمز الاستجابة السريعة لفائدة الأشخاص المؤهلين للتبرع بالدم. هذه المناسبة التي يتم فيها الانطلاق الرسمي لدخول دورة فبراير 2024 بكامل مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين المنتشرة عبر تراب الولاية، أغتنم هذه السانحة لأرحب بالوافدين الجدد من متربصين ومتمهنين الذين اختاروا المسار المهني، متمنيا لهم كل التوفيق. ورحمة الله تعالى وبركاته. تخصص أنا الأستاذة إحداد نبيلة، تخصص مراقبة النوعية في الصناعات الغذائية الزراعية. التخصص يهتم بمراقبة نوعية المأكولات، واش راهي صالحة للاستعمال ولا ما راهيش صالحة للاستعمال، وعليه بصفة عامة إقبال من طرف المتربصين. السنة التكوينية دورة فيفري 2024 اللي هي دورة مكملة، احنا اليوم رانا بمركز او بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين والتعليم المهنيين بركات بوجمعة ببشار من اجل الانطلاق في هذا اليوم. كذلك بودي ان اعرج على بعض الامور البيداغوجيه، منها ان تم يعني رصد 1900 منصب بيداغوجي لهذه دوره فيفري، دوره مكمله بطبيعه الحال. اليوم رانا في عدد تسجيلات 2135 قابله للزياده، لان التسجيلات من هذا المنبر ان التسجيلات ما زالت مفتوحه ان شاء الله من اجل استقطاب الكثير من الشرائح. جامعة بشار كل الشكر لجامعة بشار والأساتذة تاع بشار والنخبة الكريمة اللي موجودة في جامعة بشار، المجهودات اللي قايمين بها في لتثقيف وتوعية وتحسيس المواطنين حول أهمية هذا الموضوع. الأمن السيبراني لعل يذكر كل مواطن بواجباته بمسؤولياته، باللي هو عنصر اللي يحمي الجزائر من التهديدات. اختيار موضوع الأمن السيبراني في الجزائر كواحد من المواضيع المستجدة والتي تعتبر من الشواغل الأساسية اليوم بالنسبة سواء للدول وبالنسبة للمجتمعات أو حتى بالنسبة للأفراد. اليوم جاء اختيار هذا الموضوع في سياق معالجته من زاوية قانونية وسياسية بأبعادها المختلفة. نحن نعرف بأنه قد وقع تحول كبير يعني في مفهوم الأمن الذي أصبح يتسع ليشمل مجالات أخرى، لم يعد مقتصرا على مسألة الأمن الصلب القائم على فكرة العسكرة، وإنما هناك مجالات يجب أن ينخرط من خلالها المجتمع وحتى الأفراد في تحصين فكرة الأمن الوطني الشامل. ويعتبر هذا اليوم هو يوم كبير بالنسبة لنا واحتفالي. كنا قد بينا الرقمنة في القطاع اللي راهي قطعت شوط كبير بالنسبة لنا. احنا بديناها في البداية قبل عامين نقولوا احنا فتحنا منصة لمهنتي من اجل التسجيل المتربصين، بصح الوقت الحالي طورت هذه المنصة، بقت منصة رقمية فيها جميع المعلومات للمؤسسات التكوينية عبر الولاية سواء عمومية او خاصة. فيما يخص الاتفاقية التي ابرناها اليوم كمحافظة ولائية الكشافة الاسلامية الجزائرية لولاية البويرة مع مديرية التكوين والتعليم المهنيين، تخص النشاطات التشاركية اللي نقدر ننظمها بيننا في مؤسسات التكوين تابعة للمديرية، ك
كذلك الأنشطة ومشاريع راح تكون مشتركة. اليوم شهد أعضاء الكشف الإسلامية الجزائرية لفور الشهيد محمد بوراز بسر لوزدان ولاية البويرة على إبرام أو تجديد العقد بين المعهد الوطني لسر لوزدان والمحافظة الولائية لولاية البويرة. رحيم اليوم الافتتاح دورة فيفري للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وين تستفادوا جميع الطلبة الجدد بأهم التخصصات اللي فتحت جديدة من بينها محاسبة ومعالجة مياه. اليوم الافتتاح تاع المعهد اليوم جلسة انتيك الحمد لله كما شفنا جاو الوالي وشغل بزاف عباد في هذا الدومين ملاح هذا الدومين تاعو. بارابور لي زاتان تيا با لوان دو سامدي باسي سامدي باسي اي لونتربريز ايطاتيك كانوا يخدموا كانوا يحفروا قاسوا لنا كابل 30000 هنا في لا سيتي ادمينستراتيف اللي يسكن في البويره هنا ويعرف هنا اون ترافاي اون في دي لونتريتيا اون في دي انفستيسمون بور اسيوري ان كونتينيتي دو سيرفيس يجي واحد يحفر يقيس لك كاب يترك كل شونوار لي كليون نوار ومن بعد انا باسكو تما هاي صعيبه كاين دو كاب تما جازين ما نجموش نريباري وسو طونسيون دو كوبي لو كابل دوزيام دونك نيتي اوبليجي دو ديفيري حتى لحد باش خدمناها العشيه دونك فواي هادو كاع سي دي كونترينت مي بوكو بلوس مو جو مي با سور لا سيكوريتي الناس دونك لازم هذا الفينومين اون فا دو لي ديسكوتي اسكو لي جون ا سو جور ني ساف با le danger de mort est-ce que à ce jour ma rahomch balak hna balak c'est nous qui nous balak hna mais on a pas bien transmis le message il y a un manquement par rapport à ça la communication dans ce sens تم اليوم تنظيم لقاء مع الصحافه للتكلم عن ظاهره التعدي على شبكات توزيع الكهرباء والغاز وهذا بغرض تحسيس المواطنين عن الخطر الناجم عن البناءات التي تكون بالقرب من شبكات الكهربائيه والغازية والأخطار الناجمة عن هذه البناء. في إطار تنفيذ خارطة طريق للسيد وزير الصحة تم تنظيم قافلة طبية متعددة اختصاصات من طرف مديرية الصحة والسكان والتمثيلة لفائدة العيادات البعيدة الموجودة في مناطق الظل على مستوى دائرة بن سرور وشاملة عيادة متعددة خدمات ولاية سليمان تحديث هذه القافلة الطبية إلى تقريب الصحة إلى المواطن وفك معاناة التنقل للمواطنين والمرضى إلى المدن المجاورة ولا الدوائر البعيدة من أجل البحث عن طبيب أخصائي. تم اليوم الحمد لله استقبال 5 أطباء أخصائيين اختصاصات جد هامة ليبحث عنها المواطن حيث ارتأينا استحسان كبير لدى المواطنين في هذه البلديات وكان إقبال كبير. الأطباء من هذا المنبر نشكرهم وراهم إن شاء الله يتوعدوا باش يتكفلوا بهذا المرضى على مستوى مؤسستهم الأصلية بالإضافة إلى تنظيم قوافل طبية أخرى إن شاء الله في الأيام المقبلة إن شاء الله. رانا اليوم هنا في قافلة طبية منظمة من طرف مديرية الصحة والسكان لولاية المسيلة وهذا من أجل تقريب الطبيب للمريض خاصة في هذه المناطق المعزولة ولا كما يقولوا مناطق الظل. رانا جينا هنا في اختصاصات الطب الداخلي جراحة عامة جراحة العظام وكذلك التخدير والإنعاش وهذا من أجل فحوصات وإن شاء الله تكون هناك برمجة قافلة جراحية لما لا في مستشفى عين الملح من أجل التكفل بهذا المرضى خاصة لاحظنا إقبال جيد للمرضى والمعاناة تاعهم نحاول تخفيف المعاناة وهذا هو هدف طبيب أولا. نشكر مديرية الصحة وكل قائمين مدير سيد المدير معنا ليوفر لنا الظروف لنجاح هذه القافلة إن شاء الله. كل بلا بالمعنى بلدية وكل ولاية وكل دائرة يديروا فيها حانوت ولا زوج كيما هاك خفضوا على المسكين ثاني اللي غالب عليه كاين اللي راه عنده وكاين اللي ما عندهش وكاين اللي ما يطيقش وصحاب الحوانيت هذو راهم راك عارف كل يدير في جيبه ما يحوش كاع المسكين لا سمة مليحة ناقصة الحمد لله الحمد لله السلعة متوفرة تسع ياسر الحمد لله نظافة كل شيء راه موفر. الأسواق الجوارية فتحت من أجل تقريب المنتوج من المواطن خلال الشهر الفضيل
يتضمن السوق الجواري على عدة منتوجات غذائية واسعة الاستهلاك وبأسعار جد معقولة. هناك عرض بأسعار المنتج أو المصنع وعرض بأسعار الجملة، ذلك يتضمن السوق الجواري حتى أنشطة مرافقة وما تحتاجه الأسرة الجزائرية في شهر رمضان، من خصوصا الأواني المنزلية، وكذلك تعرض بأسعار المصنع. إذا نطلب من كل يعني من مواطني ولاية النعماء التقرب من هذه الفضاءات. تمكنت فرقة مكافحة الاتجار بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطرف من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، أين تم توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و42 سنة ينحدرون من ولاية الطرف. هذه العملية أسفرت عن حجز 1526 قرصاً مؤثراً عقلي من مختلف الأنواع، كمية من الكيف المعالج، أسلحة بيضاء محظورة، ومبلغ مالي يعد من عائدات البيع. بعد الانتهاء من جميع إجراءات التحقيق أنجز ضدهم ملفات قضائية قدموا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة.